فورا أو تقديم المحاكمة عادلة علنية تراعي تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة وفق المواثيق والإعلانات والعهود الدولية ووثيقة الحقوق الواردة بالدستور 2005. لا أريد أن أطيل، أكرر الشكر وأرجو أن تكون هذه بداية وفاتحة للقاءات متكررة متجددة لنقوم كلنا في هذا الشأن بما هو مطلوب منا كمدافعين عن الحقوق والحريات. وأترك الميكروفون للأخ الدكتور أمين والأخ الأستاذ كمال لأي مزيد من التوضيحات والإجابة على استفساراتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم، وشكرا جزيلا. أمين والموقف تحديدا عموما بالنسبة للنقابة وخاصة بالنسبة للموقف من اعتقال السيد الإمام، أنا بتذكر أنها توزعت، ما في داعي أقرأها عليكم، هي ما طويلة. بس الدستور هو اللي حصل انه في الاسبوع الماضي وصلت الى عدد من المحامين، ما اعرف اسس الاختيار كانت شنو منهم شخصي، دعوه بكرت لحضور اجتماع يوم الاربعاء 28/5 بدار النقابه من النقيب للتشاور حول عقد لقاء شهري، انعقاد لقاء شهري في دار النقابة بين المحامين للتشاور في أمور ورسالة النقابة. نحن تصورنا بعد تجاربنا المريرة والقاسية وحرماننا من أي نشاط في النقابة حتى فطور رمضان كما تعلمون، رأينا أنه قد تكون في ذلك بادرة بتاعت أن الناس تمارس نشاطها العام اللي هو يتعلق بموضوع القانون والدستور والحريات وما نحن بصدده الآن في دار النقابة، واستبشرنا بذلك خيرا. وحضر عدد كبير من المحامين، عدد حوالي 50 محامي، معظمهم من خارج الناس اللي بيديروا النقابة الآن بالانتخابات الأخيرة اللي تعرفونها، ومحامين مارسوا المهنة لسنوات عديدة، وكان في تصوير فيديو كده وتلفزيون. نحن كان رأينا أنه توثيق الاجتماع إيجابي يعني. المهم الكلام كان حول محورين أساسيين، أولا ناحية الاجتماعية أو المجتمعية في دار النقابة، يعني انه الناس تجي النقابة وتقعد في النقابة وتشرب شاي وتتعشى وتجيب اولادها، ويكون في افلام ويكون في حفلات ويكون في كذا وبتاع، ناحية اجتماعية بحتة. المسألة الثانية اللي كانت مطروحة هي الهموم النقابية او المهنية بالنسبة للمحامين اللي بيقابلوها في التوثيق والتدريب والشركات والاراضي والفورمات والدمغة وغيره 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 من الأشياء اللي بتشغل المحامين. وكان الغرض إنه الاجتماع يدور حول هذا. في الآخر يعني كانت في نقطة ثالثة كان لابد من إثارتها، وتمت إثارتها، أنه النقابة دي تاريخها هو تاريخ نضالي، تاريخها منذ أن أنشئت في عهد الاستعمار إلى أن حلت في 89 هي قلعة من قلاع النضال من أجل الحريات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية. فده بتر تماما وصارت هنالك نقابة تدافع
عن النظام الحاكم وتستثني أي نشاط أو تصريح أو كذا أو أي ندوة أو أي لقاء داخل النقابة، وده ما اعتدنا عليه زي ما قلت حتى التجمع للقاء رمضان فرتك بواسط جهاز الأمن. فطرحنا الموضوع بتاع الدور الأساسي للنقابة، إذا كان في لقاء تشاوري وإذا كان في لقاء حول دور النقابة ينبغي أن تتكلم عن مهمتها الأساسية وهي الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية بالنسبة للمواطن، القوانين، الإصلاح القضائي، كذا كذا وغيره. حقيقة الحكاية دي وجدت يعني جانبين، في جانب رحب بأنه فعلا ده دور النقابة، وفي جانب كان بيفتكر أنه لا دي سياسة، حق الناس ده نتكلموا في السياسة في دور الأحزاب، كأنما السياسة دي ممكن تنعزل عن الحريات عن الدستور عن القوانين الاستثنائية وعن كذا وعن كذا وكذا. فبعد جدل طويل بدون ذكر أسماء يعني طغى الاجتماع الاتجاه ده إنه لا مانع في بعد استئذان المجلس طبعا من ناحية تنظيمية أن تكون هنالك ندوات ورشاد عمل، محاضرات، سيمينارات في دار النقابة بإذن المجلس يدعى لها الجمهور والمحامين، وده كان اتفاق جيد. وبعده تم الدعوة للعشاء وأصل النقيب حضور البعض، لكن فوجئنا حسب ما علمت أنه أول أمس قناة أم درمان أمس نهاراً إنه بالأمس وذيع برنامج عن لقاء المحامين، ووصف بأنه لقاء للمحامين لقاء توافقي، أنه هذا اللقاء تناول مسألة اعتقال السيد الصادق البهدي، وأنه بعد المشاورات وبعد الآراء اللي اتخذت قرر الاجتماع زيارة السيد الصادق في السجن وفي المعتقل يعني آسف، وأيضا التقدم بالتماس إلى السيد نائب رئيس الجمهورية لإطلاق سراح السيد الصادق. أنا حضرت هذا الاجتماع إلى بداية العشاء، انتهى الاجتماع رسميا، ولم تكن هنالك سير لموضوع اعتقال السيد الصادق أو عقوبة الإعدام اللي صدرت أو القوانين أو حظر النشر أو إيقاف الصحف، ما كان في أي إشارة لأي موضوع خاص محدد بذاته. فالتقرير في التلفزيون إنه الناس قرروا أنهم يمشوا يزوروا السيد الصادق في السجن، وأنهم يلتمسوا من السيد النائب الأول إطلاق سراح. حقيقة يعني ده كان مجرد كذب وافتراء ما عنده أي أساس. أنا بصفتي يعني واحد من المشغولين بالنقابة زي ما أنتم عارفين تاريخيا، وبموضوع الحقوق والحريات وحقوق الإنسان، وبصفتي عضو مع الزميلين ديل والأخ ساطع في هيئة الدفاع، رأيت أنه يعني في ده في عملية تزييف ما يعني لو يلعقون عنق الحقيقة ما عنده أي سبب غير أنه يستقل مش بس النقابة القائمة، بل يستقل المحاماة والمحامين خارج داخل وخارج النقابة بالصور الحية زي ما قلت كان في تلفزيون، وصور الصور الأخذت في النقابة على أساس أنهم ديل في كوبر، يعني موجودين في ساحة وباحة وغرفة وكذا في كوبا، وصور السيد الإمام
وهو كأنما متجه نحو الغرفة اللي فيها المحامين، وهذا لم يحدث إطلاقا. المسألة الثانية، أنا حقيقة كتبت الخطاب قدامكم ده للسيد النقيب، سلمته اليوم، أنه هي مسؤوليتك أنت شخصيا دعيت للاجتماع أن تنور الرأي العام عن هذا الأمر الخطير، لأنه أنت دعيت الناس والناس اتفقوا على أشياء معينة، والموضوع الإعلامي اللي جابته القناة تناول شيء لم يرد إطلاقا. وثانيا أنه نحن كمحامين لن نستجدي أو نلتمس أي سلطة مهما علت والعلو لله أن تتدخل في مسألة نحن بنبتكر أنه بينظم القانون وفق القانون، وليس لا نستجي ولا نسترحم الرحمة من الله، لكن لا نسترحم بشر خارج إطار القانون فيها. فدي مسألة مهمة جدا. الخطاب استلمه السيد النقيب، لم أسمع منه، ولكن حملت المسؤولية بتاعة توضيح هذه المسألة. شكرا جزيلا. بتاريخ 20/5/14 تقدمنا بطلب فحواه انه قراره بعدم اطلاق سراح موكلنا بالضمان شابته اخطاء جسيمه، لانه وان كان النص عام اللي اعتمدت عليه النيابه، لكن في حاله موكلنا بالذات لا ينطبق عليه النص. ليه؟ لانه الماده 106 اللي بتحظر اطلاق سراح اي زول متهم في قضية فيها أو بمواد عقوبة الإعدام أو السجن، في مواد أخرى عديدة في الدستور وفي القانون الإجرائي وفي القانون الموضوعي بتستثني السيد الإمام من تطبيق هذه المادة. مثلا المادتين 36-1 و36-2 من الدستور بتحظر توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام على من بلغ 70 من العمر، وموكلنا تجاوز 70 من العمر، هي بتحظر تطبيق هذه المادة إلا قصاصا أو حدا. المادة 27-2 من القانون الجنائي بتحظر الحكم بالإعدام على من تجاوز 70 إلا في حد الحرابة. فإذا كان بعدين قدام المحكمة حيكون من المستحيل على المحكمة أن تحكم على موكلنا بالإعدام أو بالسجن، فيبقى من باب أولى الآن في مرحلة التحري أمام النيابة ما يطبقوا عليه النص اللي بيحظر إطلاق سراحه بالضمان لنفس الأسباب، لأنه هيحكم عليه بالإعدام أو بالسجن. لذلك تقدمنا بطلب لإطلاق سراحه بالضمان أو التعهد الشخصي. كذلك قلنا لهم في كل الأحوال الوقائع بتاعت البلاغ ده بسيطة جدا، يعني هسي نحن من يوم 16 ولا بتاع ودخلنا قربنا لنتيم شهر، إحنا في التحري. يقول لك في التحري، التحري في شنو؟ أنت قلت للسيد الإمام إنك أنت قلت كده، قال لك أي قلت، لخص البلاغ قدمه للمحاكمة، ما في أي معنى للتطويل. لكن لو أخذنا في الاعتبار إنه هم ما عايزين يطلقوا سراحه بالضمان، وأضافوا المادة 50 دي بالذات بعد ما أطلقوا سراحه بالتعهد الشخصي في التحري الأولاني، أضافوا المادة 50 بعد يومين لأنها بتخليه يقعد في السجن ما يطلق سراحه بالضمان، دي واحد. كذلك التطويل في الإجراءات، يعني بلا أي سبب، زي ما قلنا كلمة وغتايتها فعلتها، دي ما جريمة قتل غامضة ولا جريمة بتاعت سرقة ما مفهومة بتاعت بنك ولا كده عشان تقول في تحريات ماشي، أبدا، دي كلمة وغتايتها وانتهينا. نمرة ثلاثة، القرار اللي أصدرته النيابة بحظر النشر. يا إخواننا القاعدة
إنه تصريف العدالة بيستوجب أعلى درجات الشفافية بالنسبة للإجراءات في جميع مراحلها، بما فيها طبعا مرحلة التحري الحالية. القاعدة القانونية الذهبية المرعية في كل النظم القانونية شرقا وغربا هي إنه العدالة التي تطبق ينبغي أن ترى وهي تطبق. ما قالوا العدالة فقط أمام المحاكم، العدالة في كل المراحل ينبغي أن ترى وهي تطبق. Justice to be done is justice to be seen as being done. ومعلوم أن وسائط الصحافة والإعلام ما بتعمل أكثر من أنها بتوسع إمكانية تطبيق هذه القاعدة. يعني إذا كان يعني الناس يعني مثلا في المحكمة بيكون في مقاعد والجمهور بيحضر وكده، ما تنقل الصحافة ووسائط الإعلام إنه يوسع أكثر من قاعة المحكمة. كذلك الإجراءات المتخذة أمام النيابة أو كذا، أي شيء مسموح بالنشر فيها بيوسع قاعدة معرفة الجمهور عموما بما يجري. فإذا أخذنا الحاجات دي مع بعض كويس، ولاحظنا إنه النيابة مصرة إن ما تطلق سراح موكلنا بالضمان، وإلى ذلك تبطئ في إجراءة التحري رغم بساطة الوقايع، ديل الاثنين ما بيعنوا سوى تحويل الحبس ما قبل المحاكمة، الحبس بتاع الزول اللي بيقبضوه وما بيطلقوا سراحه بالضمان قبل المحاكمة. النيابة عايزة تحول ده إلى سلطة لسجن موكلنا بدون قرار قضائي لأطول فترة ممكنة، وده واضح جدا وعليه حل تفسيرنا. إذا في أي تفسير آخر نسمعه. أما قرار النيابة بحظر النشر في مرحلة التحري، والنيابة جهة تنفيذية مش جهة قضائية، والجهة الوحيدة اللي بحق لها تحظر أو تبيح هي القضاء، معناها النيابة مختطفة سلطة قضائية ليست لها، وبالتالي في إصدار لهذا القرار هي تريد السير بهذه القضية في مرحلة التحري في الظلام. شكرا جزيلا.